السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة رايحين نشرح الجزء الأول لمنهاج الصف السابع الأساسي في مادة الرياضيات. رايحين نتكلم عن الدرس الأول، درس الأعداد الصحيحة من الوحدة الأولى، وحدة الأعداد الصحيحة. وإن شاء الله يعجبكم الشرح والفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعونا دائما، وإن شاء الله حننزل فيديوهات لصفوف أخرى قريبا. عندي الدرس الأول الأعداد الصحيحة. طبعا إحنا في البداية قبل ما نتكلم إحنا من الكتاب نيجي نتذكر مع بعض الأعداد الصحيحة والطبيعية اللي انتو درستوها بالصف السادس. درستوا الأعداد الطبيعية اللي هي 0 1 و2 و3 لما لا نهاية موجب. أيضا الأعداد الصحيحة هي اللي درستوها انتو 0 1 و2 و3 و4، هي الأعداد التي لا يمكن كتابتها بصورة يعني نكتبها مثلا 3 على 5، هذا كسور. فإحنا العدد الصحيح بنحكي 1 2 3 4، عشان هيك سموها أعداد صحيحة. وخط الأعداد كنتوا بتمثلوه بهذا الشكل، عندي 0 1 2 3، طبعا حضر لك ماشي لما لا نهاية موجب. اليوم إن شاء الله رايحين نضيف حاجة جديدة إلها، هي الأعداد السالبة، -1 -2 -3 -4. بدنا نتعرف على الأعداد السالبة اللي هي حتكون حاجة جديدة معاكم. ففي البداية رايحين ناخذ من أنشطة الكتاب عشان أنت تكون فاهم إحنا إيش بنعمل. في عندي نشاط 1 صفحة 4، الجليل الفلسطيني يقع شمال فلسطين ويضم أعلى جبل في فلسطين الجرمق، وأما بحيرة طبرية العذبة فهي امتداد لحفرة الانهدام الأفريقي الآسيوي. أتأمل الشكل المجاور ثم أجيب. في عندي أنا زي ما أنتم شايفين جبل الجرمق، في عندي أنا مستوى سطح البحر، وفي عندي بحيرة طبرية. طبعا يبلغ ارتفاع جبل الجرمق عن مستوى سطح البحر، هي مدينية فوق مستوى سطح البحر، 1208 متر. أما بالنسبة لبحيرة طبرية مدينيها تحت مستوى سطح البحر بمقدار 213. يقع مستوى سطح بحيرة طبرية 213 متر تحت سطح البحر. كيف نعبر عن الارتفاع والانخفاض بطريقة أخرى؟ بنقول له بالنسبة للارتفاع يبلغ ارتفاع جبل الجرمق عن مستوى سطح البحر، بأكتب 1208 متر بهذا الشكل، 1208 متر، أو بكتب موجب 1208. يعني إشارة الموجب ممكن نكتبها ممكن إحنا ما نكتبهاش. طبعا في هناك كلمات دلالية على الإشارة الموجبة زي كلمة ارتفاع، كلمة صعد، فوق، لأعلى، وفر، ربح، هذه كلمات بتدل على الإشارة الموجبة. أما بالنسبة للانخفاض كيف نعبر عن الانخفاض؟ بنعبر عليه بالإشارة السالبة. أيضا في هناك كلمة دلالية، هبط، هبط لأسفل، نزل، مثلا استدان، تحت، خسر. طبعا هذه كلها كلمات بتدل على الإشارة السالبة. فحيقول له أنا هنا يقع مستوى سطح طبرية، بحيرة طبرية، -213 متر تحت سطح البحر. طبعا هنا الإشارة السالبة ما فيش إمكانية أنا ما أكتبهاش، بينما الإشارة الموجبة ممكن نكتبها وممكن نكتبهاش، تلقائيا نفهم إنه هذا العدد عدد موجب. بينما الإشارة السالبة لازم احنا نكتبها عشان نميز انه فيها انا هنا عندي خسارة او هبوط على سبيل المثال. طيب هنا في عندي ايضا تسمى الاعداد مثل 1 وسالب 1 وسالب 2 اعداد صحيحة. اذا فالعدد الصحيح
هو أي عدد من هذه الأعداد، 0 1 2 3 لما لا نهاية موجب، وسالب 1 وسالب 2 وسالب 3 لما لا نهاية. طبعا هنا في نشاط 2 هو بعلمك كيف نكتب إحنا العدد السالب. طبعا أنا وضحت لك سابقا، يعني لو أجينا هنا نشاط 2 صفحة 4، عمارة الزيتونية مكونة من 5 طوابق فوق مستوى الشارع وطابقين تحت مستوى الشارع، ويوجد طابق للكراجات بمستوى الشارع كما يظهر بهذا الشكل. رقم 1 نعبر عن الطابق الأول فوق مستوى الشارع بالعدد الصحيح 1، ونقرأه موجب 1 أو 1 زي ما وضحت لك سابقا. أيها ممكن إحنا نكتب موجب 1، ممكن نقول مباشرة 1. أما بالنسبة لرقم 2 نعبر عن الطابق الأول تحت مستوى الشارع زي ما أنت شايف بالرسم بالعدد سالب 1، ونقرأه سالب 1، ما فيش إمكانية ما نقرأش الإشارة السالبة. رقم 3 نعبر عن الطابق الثاني تحت مستوى الشارع بالعدد سالب 2، ونقرأه سالب 2. لو تأملنا مع بعض نشاط 3 بهذا الشكل زي ما أنت شايف، أتأمل موازين الحرارة في الشكل الآتي ثم أكمل مديني ميزان الأول والثاني والثالث. أعبر عن درجة الحرارة في الكؤوس الثلاث كما يأتي. درجة الحرارة في الكأس الأول طبعا بلاحظ هيها عند سالب 2، بكتبها سالب 2 وهي تحت مستوى الصفر. درجة الحرارة في الكأس الثانية بلاحظها عند الصفر وهي بكتب تساوي مستوى الصفر، ممكن أكتب كلمة تساوي مستوى الصفر، ممكن أكتب عند مستوى الصفر أو نفس مستوى الصفر اللي بدك إياه، المهم يكون إجابة منطقية وصحيحة. أفضل شيء أكتب تساوي مستوى الصفر. درجة الحرارة في الكأس الثالثة كانت عند 3 درجة وهي فوق مستوى الصفر. لو أجينا مع بعض لنشاط 4 صفحة 6، أعبر عما يأتي بأعداد صحيحة. ألف خسارة أحمد 76 دينارا في صفقة تجارية. طبعا كلمة خسارة تمثل بالعدد السالب، و76 إذا هو خسر 76 دينارا، بكتب سالب 76. درجة غليان الماء 100 درجة مئوية، وتمثل بالعدد درجة غليان، يعني في عندي أنا ارتفاع في درجة الحرارة، إذا الإشارة موجبة حتكون، فبصير عندي موجب 100. عمق بئر 3 متر تحت سطح الأرض، إذا تحت يعني سالب، بس بكتبها أنا سالب 3. وفرت هبة 10 دنانير من مصروفها الشهري لشراء بعض الزهور، تمثل بما انه وفرت يعني الاشارة حتكون موجب، فمكتب موجب 10. ترتفع تلة 250 مترا فوق مستوى سطح البحر، موجب 250، ترتفع اذا موجب. هنا في عندي نشاط 5، امثل الاعداد الاتي على خط الاعداد. طبعا انت عندك خط اعداد بدك تكمله، 0 1 2 3 4 5 6 لما لا نهاية موجب، سالب 1 سالب 2 سالب 3 لما لا نهاية سالب. بعد هيك تيجي للعدد سالب 3، عند العدد سالب 3 بتحط دائرة صغيرة بتغلقها، وبتيجي عند العدد موجب 2 دائرة صغيرة بتغلقها، وهكذا. يعني نشاط بسيط وما فيش فيه أي مشكلة. هنا أتعلم كل عدد صحيح يمكن أن يمثل بنقطة واحدة على خط الأعداد. تمام، في عندي هان نشاط 6 بتكلم عن مفهوم جديد عن معكوس العدد. نفهم مع بعض ايش يعني معكوس العدد. في مسابقة ثقافية أجاب مراد عن السؤال الأول إجابة صحيحة وربح 5 نقاط، ثم أجاب عن السؤال الثاني إجابة خاطئة وخسر 5 نقاط. نعبر عن الربح والخسارة في المسابقة بأعداد صحيحة وأمثلها على خط الأعداد، وأعبر عن مقدار ربح مراد من النقاط بالعدد موجب 5، أعبر عن مقدار خسارة مراد من النقاط بالعدد سالب 5، أحدد مواقع العددين. طبعا احنا بنكمل رسم خط الأعداد، ففي عندي هنا نمثل عن الخمسة زي ما تعلمنا سابقا كيف نمثل، وعن السالب 5. بلاحظ
معكوس العدد، يعني انه اذا كانت اشارته موجبه بتصير سالبه، واذا كانت سالبه بتصير موجبه. يعني على سبيل المثال لو قلت لك بدي معكوس العدد 10، بتقول العدد 10 اشارته موجبه، اذا معكوسها سالب 10. اذا المعكوس فقط غير اشاره. يعني اذا كان الف عددا صحيحا فان معكوس العدد الف هو العدد سالب الف. فلو انا قلت لك بدي معكوس العدد سالب 100، هتقول لي 100، معكوس العدد 25 سالب 25 وهكذا. ولكن لو انا قلت لك بدي معكوس العدد صفر، هتقول لي صفر، مش هتقول لي سالب صفر او موجب صفر، لانه اصلا من الاساس احنا اتفقنا انه العدد صفر ليس له اشاره، فمعكوس العدد صفر بضله زي ما هو، العدد صفر. نشاط 7 بقول لي معكوس العدد 8 هو سالب 8، ربح 20 دينارا معكوسها هو خسارة 20 دينارا، معكوس العدد سالب 10 هو موجب 10. طيب حركة 3 كيلو متر باتجاه الشرق من النقطة ها معكوسها هو حركة 3 كيلو متر باتجاه الغرب من النقطة ها. أفكر وأناقش، اتناقشنا في العدد صفر وهل له معكوس أم لا. طيب بالنسبة لسؤال 8، عفوا بالنسبة لصفحة 8، السؤال الأول أكتب عددا صحيحا يمثل الحالات الآتية بالرموز. ألف درجة حرارة الإنسان السليم 37 درجة مئوية، إذا موجب 37. صرفت مريم 100 دينار من صندوق توفيرها، إذا صرفت يعني سالب 100 دينار. بلغت درجة جيم بلغت درجة الحرارة في الخليل 4 درجات مئوية تحت الصفر، إذا سالب 4. لم تربح ندى ولم تخسر في أول صفقة تجارية 0. طبعا بعض الطلاب كتير يعني بيجي بيسألك بيقول لك أستاذ هادي وضح لي إياها بكل سهولة، أحكي له يعني لو عندك فريق ريال مدريد لعب مع فريق برشلونة وانتهت المباراة، مين الربحان ومين الخسران؟ بقول لك ما حدش، يعني لا حدا ربح ولا حدا خسر، هيك تخلصوا بتعادل 0-0 مثلا. اذا هم لم يربحوا ولم يخسروا، اذا النتيجه 0. وهنا لم تربح ندى ولم تخسر في اول صفقه تجاريه، اذا النتيجه 0. ها استدان علي 1000 دينار لاتمام بناء منزله، اذا بما انه استدان يعني سالب 1000. قذف حجر 17 مترا رأسيا إلى الأعلى، بما أنه رأسيا إلى الأعلى إذا من سطح الأرض، إذا موجب 17. بالنسبة لسؤال 2، أمثل الأعداد الآتية ومعكوسة على خط الأعداد. أنت طبعا هتكمل خط الأعداد، تيجي للعدد سالب 5 بتمثله على خط الأعداد، تيجي لمعكوسه العدد 5 وبتمثله، تيجي لعدد سالب 8 معكوسها 8، العدد 2 معكوسه سالب 2 بتمثله، العدد سالب 1 معكوسه 1 بتمثله، العدد 9 معكوسه سالب 9 وبتمثله. اكتب الاعداد الممثله بالنقاط الاتيه، طبعا انت هتيجي عند الصفر 1 هتكمل 2 3 فهتلاقي ب قيمتها 4، هنا 5 6 7 هتلاقي واو قيمتها 8، بتيجي باتجاه السالب عند صفر عند س هتلاقيها سالب 1، بعد بتكمل سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 هتلاقيها قيمتها سالب 6. بالنسبة لخط الأعداد الثاني هو بديل 0 3، إذا واضح جدا مضاعفات العدد 3 6 9، بتلاحظ 12 عند عين يعني قيمة عين 12، وتلاحظ ج سالب 6. بالنسبة لسؤال 4، العدد والمعكوس، مدين العدد 7 معكوسه سالب 7، مدين المعكوس سالب 104 معناته العدد كان 104، مدين العدد 10564 سالبة، إذا معكوسها موجب 10564. هنا مدين العدد 100 معكوسه سالب 100، العدد سالب 6 معكوسه 6، العدد مدين المعكوس 99 معناته العدد كان سالب 99. وبهيك انتهى الدرس الأول، إن شاء الله بنكون استفدتم، وإن شاء الله بنكون الشرح عجبكم، وإذا عجبتكم لا تنسوا بالاشتراك في القناة، ونتمنى تدعمونا، وإن شاء الله نتواصل معاكم دائما، وحننزلكم فيديوهات تانية بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.